ما حكم التمذهب؟ يعني هناك كتاب ذكر بأن هذا التمذهب هذا بدعة. التمذهب على الإطلاق، التمذهب بأحد المذاهب الفقهية المعروفة ليس من البدع، وإنما هو من وسائل طرق وتلقي العلم. وقديما كان العلماء إذا طلب العلم تمذهب على أحد هذه المذاهب الفقهية حتى يتعلم. وهذه المذاهب بحمد الله كلها، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، كلها مذاهب أهل السنة. فإذا تمذهب طالب العلم على مذهب من هذه المذاهب وتلقى تعليمه الأول على هذه المذاهب فهذا ليس من البدع. ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في المعرفة وفي الطلب إلى أن يأخذ من الدليل. الأصل في المسلم وفي طلاب العلم على وجه الخصوص أن يستقوا المسائل الشرعية في دينهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم من الكتاب والسنة، لكن طالب العلم ابتداء لا قدرة له على ذلك، فيتمذهب على أحد المذاهب الفقهية أو على شيخ من شيوخه من أهل السنة والجماعة وينتفع بعلمه، ثم بعد ذلك يرتقي في العلم حتى يأخذ من الكتاب والسنة ويكون مؤهلا لذلك. بارك الله فيكم يا شيخ.